أهلا بكم. استشهد 8 مدنيين وجرح نحو 20 آخرين في قصف ميليشيا الحوثي والمخلوع لأحياء سكنية في تعز. مصادر محلية قالت إن قذيفة أطلقتها الميليشيا من محيط مطار تعز الدولي سقطت في منطقة جولة السوفتيل ما تسبب بسقوط ضحايا، كما سقطت قذائف أخرى أطلقتها الميليشيا على عدد من الأحياء السكنية في المدينة مخلفة إصابات وأضرار في ممتلكات المواطنين. مشاهدينا، نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين: لماذا تتعمد ميليشيا الحوثي والمخلوع تصعيد عملياتها العسكرية في تعز؟ وما وراء استهداف المدنيين بهذا الشكل المتعمد والعنيف؟ إذن مشاهدينا، في تصعيد وصف بالهستيري والعنيف واصلت ميليشيا الحوثي والمخلوع قصفها على نواحي متفرقة من مدينة تعز، وفيما يبدو تعمدا واضحا لإيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية في أوساط المدنيين، ركز القصف على الأحياء الشرقية والغربية للمدينة وخلف ضحايا من المدنيين. وأشار المصدر إلى أن عددا من المدارس لم تستطع أن تستقبل الطلاب بسبب كثافة القصف الذي طال الأحياء السكنية والشوارع بشكل عشوائي. مراقبون يرون أن ميليشيا الحوثي والمخلوع التي ارتكبت أبشع الجرائم في تعز لن تتورع في ارتكاب المزيد منها، وهي تكمل فصول الجريمة على نحو تصعيدي دون اكتراث. فخلال الساعات التي سبقت ارتكاب مجزرة اليوم، كانت ميليشيا الحوثي قد سوقت عبر آلتها الإعلامية الدعائية الحديث عن مجزرة جديدة محتملة تستهدف المدنيين في تعز، تجلت لاحقا مخلفة 8 شهداء ونحو 20 جريحا من المدنيين. نتابع تقرير الزميل وليد البوكس، ومن ثم نعود لبدء النقاش. الحزن مهنة تعز، لا ترحل الأخبار المؤلمة إلا وتعود أثقل من سابقتها. 6 قتلى وعدد من الجرحى في جريمة جديدة للميليشيا في المدخل الشرقي للمدينة. الأخبار القادمة تؤكد سقوط قذيفة في دوار السوفيتيل في منطقة الحوبان، حيث يتجمع مدنيون بالعشرات للتسوق، سقطوا بين قتيل وجريح. تؤكد المعلومات إن القذيفة التي سقطت في المكان أطلقت من مطار تعز الدولي، وفي هذا المربع الذي أطلقت منه القذيفة وحيث سقطت فيه يقع تحت سيطرة الميليشيا. تعرضت الأحياء الشرقية كصالة وثعبات للقصف، وأيضا الأحياء الجنوبية من المدينة في قلعة القاهرة وغيرها من الأحياء المجاورة. وبينما تستمر المواجهات بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع من جهة أخرى في عدة جبهات في الربيعي في الجبهة الغربية وأيضا الجبهة الشرقية، تستمر الميليشيا في استهداف المدينة تعبيرا عن إخفاقاتها في تحقيق أي انتصار. وكما تعرفون أن ما زلنا في خط النار، وما زالت قوات الحوثي وميليشيات عفاش تتمركز في هذه المناطق التي هي أمامنا مباشرة، والتي ما زال الحوثيون يعملون فيها بقوة وبكثافة، والتي تسمى المنطرح ومزارع همام والربيعي والروض والدبح والتباب التي تحت تبت المنعم. طيلة عام ونصف من الحرب والحصار على تعز، شيء واحد لم تحققه المحافظة هو الهدوء ولو قليلا لتلتقط أنفاسها وتعيد ترتيب جراحاتها في المدينة وأطرافها وفي الريف أيضا، حيث تشن الميليشيا قصفا عنيفا ومركز على القرى ومواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان، نقل مراسل بلقيس عن مصدر في الجيش الوطني أن الميليشيا المتمركزة في منطقة الأكبوش قصفت مواقع الجيش في التبة الخضراء ورأس النقيل. وأضاف المراسل أن مدفعية الجيش ردت بقصف مواقع الميليشيا، كما تعرضت عدد من قرى عزلة الأكاحلة للقصف العشوائي بالقذائف ومضادات الطيران. ولم يذكر مراسلنا نقلا عن المصادر سقوط أي ضحايا. ولبدء النقاش ينضم إلينا حمود الذيب، مدير المركز الإنساني للحقوق والتنمية. سيد حمود، مساء الخير. يا مساء النور، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أهلا بك سيد حمود. يعني لنبدأ من حادثة استهداف مدنيين في جولة سوفتر اليوم في تعز، هل من تفاصيل متوفرة لديكم؟ والله أخي الكريم، أنا أعتقد التفاصيل التي قد يعني وصلت إليكم هي يعني سقوط هذه القذيفة في جولة سوفتل. نعم. أدى
إلى قتلى 6 قتلى من المدنيين وما يقرب من 19 جريح. هذه الجريمة التي لم تكن الأخيرة في حق هؤلاء المدنيين من أبناء تعز. ربما أن الجريمة التي ارتكبت في منطقة بير باشا وما زال اليوم الوضع الإنساني المخيف لدى الكثير ممن فقدوا أبنائهم وفقدوا أحبابهم، وناهيك عن الجرحى الذين ما زالون اليوم من المدنيين يعانون جراء ذلك السلاح الفتاك الذي ألحق بهم الأضرار الفتاكة. إضافة إلى هذه الجريمة، اليوم استيقظنا في صبيحة هذا اليوم على أصوات القذائف وأسلحة متنوعة طالت الجهة الشرقية من مدينة تعز وكذا الجهة الشرقية الجنوبية، وكان منها هذه القذيفة التي سقطت في جولة سفتل قتلت هؤلاء المدنيين وجرحت الآخرين. هذه سلسلة من الجرائم ترتكب في حق أبناء تعز على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة والمهتمين بشأن حقوق الإنسان الذي تنتهك اليوم. نعم، ولكن يعني سيد حمود، أنتم المهتمون أو العاملون في الجانب الإنساني والحقوقي، كيف تتعاملون مع الوضع القائم اليوم في تعز؟ والله أخي الكريم، إحنا نتعامل أننا يعني نأخذ بالأحوط وبحسب الواقع الذي نتمكن منه، أننا يعني عقب كل جريمة نعمل على رصد وتوثيق الضحايا والواقعة، ويعني معرفة الكثير من الملابسات لجمع ملفات ربما يعني احنا نعدها اليوم حتى لا يفلت المجرمين أو المنتهكين. خصوصا أن هذه الانتهاكات في تعز أخي الكريم قد يعني تنامت وتصاعدت وأصبحت يعني ربما إذا لم يكن المجتمع الدولي يفقه اليوم، أنا أعتقد أنه ولو أنه مجزرة القاعة الكبرى في صنعاء مجزرة ألمتنا كلنا ونحن ندين هذه القضية يعني جملة وتفصيلة من أي كان. لكننا اليوم يعني ننوه أن هناك جرائم تماثل هذه الصالة الكبرى، غير أن المجتمع لم ينتبه لها. ذهبت مجازر ارتكبت في 2015 وفي 2016 وإلى اليوم ترتكب، يذهب ضحيتها العشرات من النساء والأطفال، وربما اليوم البيوت زانية لمجازر تتوالى عليهم مع وجود الصمت المطبق لدى المجتمع الدولي. وكأننا اليوم يعني لسنا من جزء من هذه الإنسانية التي من المتوجب على الأمم المتحدة أن تقف حيال هؤلاء المدنيين وحمايتهم. نعم سيد حمود، يعني ابقى معنا لناخذ صورة أوضح حول الوضع القائم حاليا في مدينة تعز. ينضم لنا الدكتور عبد الرحيم السامعي، عضو لجنة الإغاثة في تعز. دكتور مساء الخير. مساء النور دكتور. لو تعطينا صورة حية وشاملة من تعز كما يعيشها السكان هناك، هل لك أن تنقل لنا الصورة كما تراها؟ يعني من حيث الوضع الإنساني وانعدام الخدمات واستهداف المدنيين، كيف يعيش الناس اليوم في ظل هذا الوضع؟ أخي العزيز، تعز تعيش الكارثة تلو الأخرى. تعز تعيش في ظل نظام صحي منهار تماما. ظلينا نحدث أنفسنا ونحدث العالم على أن 10% أو 5% وتتفاوت النسبة من هنا وهناك من القطاع الصحي أنه لا زال يعمل، لكن في الحقيقة أن القطاع الصحي في تعز قطاع منهار تماما. المواد الغذائية الآن جميع سكان المنطقة المحاصرة وهي مدينة تعز يكاد ينزلون ويهبطون إلى ما تحت خط الجوع. الأمن الغذائي معدوم تماما. الأدوية نفذت من الكثير من مخازن السوق المحلية، ولا أتحدث عن المستشفيات لأنه كما قلنا بأن 95% من المؤسسات الصحية مستشفيات ومراكز ووحدات صحية هي مغلقة. وبالمناسبة أنا نائب رئيس اللجنة الطبية العليا، ولذلك أتحدث وأيضا طبيب وأتحدث عن الجانب الصحي بشكل أكبر.
فلذلك نحن نعيش كوارث تلو الأخرى. اليوم هناك حالات مشتبهة بالكوليرا، والمعروف بأن مرض الكوليرا هو من الأمراض التي تجتاح المجتمعات الغير محصنة، مثل كوارث الحروب والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والمناطق التي تحاصر والتي تقل فيها مياه الشرب النقية ومياه الصرف الصحي. هذه الأوصاف كلها اليوم تنطبق على هذه المدينة المحاصرة منذ ما يقرب من العامين. إذا نحن نتحدث عن مدينة تنعدم فيها كل سبل الحياة. يعني لو تحدثنا عن قطاع معين، عن مياه الصرف الصحي التي تصبح يوميا بسبب تراكم المواد الصلبة وقلة المياه المتدفقة من المنازل، نتحدث أيضا إلى جانب ذلك الوضع الغذائي والذي يؤدي إلى الجوع وقلة المناعة لدى السكان. نتحدث أيضا عن الحرائق المشتعلة والدخاخين والأدخنة المتصاعدة من الشوارع نتيجة لحرق المواد الصلبة المتكدسة. نتحدث أيضا عن وضع بيئي منهار، وضع صحي منهار، وضع غذائي غير متوفر، أدوية تنضب من الأسواق. ماذا نتحدث؟ دكتور عبد الرحمن، كارثة. نعم دكتور عبد الرحيم، يعني احنا كنا قد تحدثنا معك في حلقات سابقة حول الجانب التمويلي والدعم المقدم، يعني في ما يخص المستشفيات، هل هناك دعم يصل إلى المدينة كمعونات من الأدوية وغيرها؟ للأسف الشديد أخي الكريم والإخوة المشاهدين، نحن في السابق كنا نواجه بأن تعز محاصرة، كيف ندخل إليكم المواد الغذائية وكيف نصل إليكم. بعد أن فتح الجانب الغربي من الضباب والذي يصل ويصل إلى مدينة عدن، لم نرى المنظمات تدخل تلك المواد الغذائية والأدوية التي كنا نتوقعها. هناك منظمة أطباء بلا حدود هي تسير في نفس الدعم المقدم قبل فتح منفذ الضباب والتربة وعدن. هناك أيضا منظمة اليونيسف تقدم أيضا نفس الدعم المقدم قبل فتح الحصار من جهة الغربية. أيضا منظمة الصحة العالمية لم تجد من كميات الأدوية التي كانت تزودها للمدينة قبل فتح أيضا هذا المنفذ الغربي. إذا أنا أتحدث عن أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري وملموس على الأرض منذ أن فتح الحصار عن هذه المدينة من الجهة الغربية. إذا كنا نواجه دائما بأنه كيف يتم إدخال هذه المواد، نقول لهم أين غبتم، أين أنتم. إذا المنظمات هذه منظمات لا يوجد لها منسقين داخل مدينة تعز، مع أن أغلب المنسقين هم موجودين في أب وهم من أبناء تعز. لماذا يتواجدون في أب لا أدري، هذا سؤال موجه إلى هذه المنظمات. نعم، نعود للاستكمال معك دكتور عبد الرحيم، لكن بعد أن أذهب بسؤال لسيد حمود الذيب. سيد حمود، أنتم في المركز الإنساني للحقوق والتنمية، ما هي آخر التقارير التي سجلت حتى الآن بشأن الحالة الإنسانية في مدينة تعز؟ والله في كثيرة، يعني بالنسبة للتقارير احنا يعني اصدرنا تقرير في شهر اغسطس، واليوم يعني بخصوص الالغام وضحايا الالغام التي زرعت من قبل جماعة الحوثي والقوات الموالية لصالح، والضحايا والممتلكات والاضرار التي لحقت جراء تلك الالغام بالمدنيين. نعم. كما اننا ايضا وثقنا بالنسبة لمجزرة بير باشا، ويعني كثير من المجازر أيضا في المنطقة في الجهة الشرقية من المدينة. نحن الآن في صدد إعداد ملفات حول هذه الانتهاكات التي تمارس، لكننا السؤال أخي الكريم أن اليوم هذه الوقائع ترتكب كل يوم في حق أبناء تعز، كما ذكر الدكتور عبد الرحيم السامعي أن تعز تعيش وضع إنساني مزري، يقتلها الوباء، تقتلها الكوارث، تقتلها القذائف. الطفولة قتلت في مدينة تعز، المرأة يعني أصيبت بحالة نفسية غير عادية، الحقوق يعني الجانب الإنساني تصادر الحقوق، تصادر الحريات. فالسؤال المطروح أين دور الأمم المتحدة التي كانت تتعلل بأن تعز محاصرة وهي ما زالت محاصرة، لكن الطريق مفتوح اليوم
ممثل الأمم المتحدة يأتي يعني إلى صنعاء والحديدة ويأنف أن يزور مدينة تعز ليعرف وضع الأطفال والنساء والمدنيين العزل من السلاح وكيف يعيشون هذا الوضع الإنساني المريب. نحن اليوم نتساءل ونريد منكم أن توصلوا هذه الرسالة، أين دور هذه الأمم المتحدة وما هو الواقع وردود الأفعال تجاه كل الجرائم التي قد وصلت إليها، وصلت كل التقارير إلى جنيف لكننا لم نلحظ أي شيء يعزز. هذه التساؤلات دائما مطروحة سيد حمود، يعني فيما يخص سيد حمود هذه التساؤلات مطروحة دائما فيما يخص أين دعم الأمم المتحدة تجاه مدينة تعز، وأيضا أين هو الدور الحكومي ودور مركز الملك سلمان، يعني دائما ما يقولون أن هناك دعم متواصل يقدم إلى المدينة، بينما الدكتور هو معنا ضيف في الحلقة عبد الرحيم السامعي، تحدثنا في حلقة سابقة عن انعدام الدعم أو ضعف الدعم الواصل، لكنهم يصرون أن الدعم واصل إلى المحافظة لا ندري كيف. عموما سيد حمود الذيب أشكرك، كنت معنا عبر الهاتف مدير المركز الإنساني للحقوق والتنمية. نعود إلى الدكتور عبد الرحيم السامعي، يعني دكتور فيما يتعلق بريف المحافظة كيف تكافحون سبل إغاثة السكان في ظل الحصار والمواجهات المشتعلة؟ حقيقة يا أخي الوضع في الريف هو ليس بأحسن من مركز المدينة المحاصر. الوضع في الريف سيء جدا. المدينة صحيح تعيش حصار ميليشياوي من قبل الميليشيات الانقلابية، لكن أيضا الريف يعيش حصار اقتصادي وحصار تنموي وقلة وانعدام الحركة. هناك جميع المؤسسات الصحية من مراكز صحية ومستوصفات في مراكز المديرية متوقفة تماما. أنا يوميا أحيانا نستقبل، وخاصة من المنفذ الغربي الذي تم فتحه عن طريق الضباب، نستقبل العديد من الأسر المصابة ب هناك تفشي لمرض الجرب. قبل دقائق من اتصالكم كنت أتكلم مع الدكتور جميل الجماعي. هذا الطبيب لديه فريق متنقل يتنقل في منطقة في مديرية المصراخ والمناطق المجاورة، يحدثني عن أن أسر بأكملها تعاني من مرض الجرب بدأ يتفشي بشكل ملحوظ. بدأت أنا أستقبل العديد بحكم تخصصي، أستقبل العديد من حالات الجرب في عيادتي الخاصة وفي أيضا في المستشفيات، في مستشفى الثورة وفي مستشفى الروضة. أحيانا هناك اتصالات من أن العديد من القرى يتفشي فيها مرض الجرب بشكل مخيف. هذه الأدوية أحيانا تكون رخيصة الثمن لكن للأسف الشديد غير متوفرة لأنها لم تدخل. هناك فيما يخص المساعدات، أنا أتحدث عن المنظمات، منظمات الأمم المتحدة التي ترفع شعار أنها تكون في قلب الحدث، اليوم نشاهد أنها خلف الحدث تعيش. بالنسبة لمركز مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حقيقة هذا المركز هو المركز يكاد يكون المتواجد الوحيد داخل مدينة تعز. حتى المنظمات الإنسانية الأخرى التي تقدم إلى تعز تقدم أيضا من المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان. وبالأمس تم توقيع اتفاقية لعلاج 150 جريح في مستشفى الصفوة، وقبل ذلك تم التوقيع مع مستشفى الروضة ومستشفى البريهي، وكلها دعم من مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. هذا المركز حقيقة حقق سبق غير عادي، يكفي أنه حقق ما لم تستطع الأمم المتحدة أن تحققه، فقد قام بإنزال جوي للأدوية في شهر مايو ويونيو الماضي. لكن أين المنظمات؟ أين منظمة الصحة العالمية؟ اليوم كنت أتحدث مع مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية وقلت له يا أخي أنتم كنتم تتحدثون بأن تعز محاصرة ولا تستطيعون الدخول إليها، مع أننا كنا ننقل كل شيء عن طريق الدواب وعن طريق الجبال، اليوم المنفذ الغربي مفتوح. قال أين طلباتكم؟ قلنا لهم أرسلنا أكثر من طلبات، أنا وحدثت نائب رئيس اللجنة الطبية وأنا أرسلت إليكم أكثر من طلب. اليوم المركز مركز غسيل الفشل الكلوي في المستشفى الجمهوري مغلق منذ 3 أيام. جميع الحالات حولت على مستشفى الثورة.
يكاد المركز الآن أن يغلق في مستشفى الثورة، معه الآن مهلة إلى صباح يوم السبت القادم. نعم. إذا لم تتوفر مواد غسيل الكلى فإن المركز الثاني الوحيد داخل محافظة تعز سوف يغلق، وهناك ما يقرب من 600 مريض فشل كلوي يتهددهم خلال 24 ساعة، يتهددهم الموت. نعم خلال 24 ساعة بعد إغلاق المركز الثاني والوحيد داخل. نعم دكتور، نتمنى أن تصلهم رسالتك، ونشكرك الدكتور عبد الرحيم السامعي نائب رئيس لجنة الإغاثة في تعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. ينضم لنا الآن فيصل المجيدي محامي وناشط حقوقي من الرياض. سيد فيصل مساء الخير. مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام. أهلا بك سيد فيصل، بما أنك ناشط قانوني وحقوقي، كيف ينظر القانون الدولي إلى مثل هذه الجرائم التي تستهدف المدنيين بهذا الشكل المتعمد والممنهج في تعز؟ نعم، تحدثنا مرارا وبشكل واضح أن القانون الدولي الإنساني والمكون من أربع اتفاقيات دولية، إضافة الناس يضيفوا إلى ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي بدأت هذه القواعد قد ما يقارب 150 عاما منذ الحروب التي انطلقت في القرن 19. حتى هذه اللحظة هذه القواعد تتطور بشكل كبير، غير أنها حقيقة لم نجد لها من يدافع عنها في محافظة تعز باعتبار الانتهاكات الكبيرة التي تصل. الحقيقة أن الأمم المتحدة وهي المكلفة برعاية هذا القانون ويعني حماية المدنيين يفترض وفقا للقانون الدولي الإنساني باعتبار أن هناك مفوضية حقوق الإنسان، لكن ما يحصل بتعز بالفعل هي جرائم ممنهجة منطلقة عبر يعني قوات مسلحة تطلق القذائف الصاروخية على أهداف مدنية بحتة، لا يوجد هناك أي تشكيلات عسكرية في هذه المناطق، وهذا الأمر حقيقة مخالف للاتفاقية الرابعة الموقعة عام 1949 التي صدرت بشأن حماية المدنيين عند النزاعات المحلية أو غير الدولية، تحديدا المادة الثالثة وهي جامعة للاتفاقية الأربع، إضافة إلى تفاصيل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. نعم. التي حددت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. نعم سيد فيصل، بالنظر أيضا إلى الآليات القانونية لملاحقة مجرمي الحرب، أنت كناشط وباحث قانوني، ما هي الآن الآليات المتبعة القانونية على المستوى الدولي؟ الآن هذا حقيقة يفترض الآن أن ينط باللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والمشكلة في شهر 9/2015، والتي تم التجديد لها أيضا من خلال مجلس حقوق الإنسان. هذه اللجنة الآن منط بها التحقيق في هذه الجرائم، ومن ثم الرفع للقضاء اليمني، لكن القضاء اليمني الآن حقيقة هو مختطف مثل بقية قطاعات القطاع العام للدولة والسلطات التنفيذية والتشريعية وكل هذه الوزارات، ومنها طبعا القضاء الذي قام الحوثيون باستبدال كل كوادره بكوادر تتبعهم من النائب العام والمجلس الأعلى للقضاء، وبالتالي يفترض وفقا لهذه الآليات أن تقوم اللجنة برفع تقرير ويتم تدارسه بالفعل من قبل بعد ذلك مجلس حقوق الإنسان، ثم ينظر هذا المجلس في هذه الجرائم إن كانت تشكل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب في حالة عدم قدرة القضاء اليمني على مواجهة هذه الجرائم، ويبدو لي أن الأمر كذلك يتم رفعه بعد ذلك مجلس الأمن، ومن ثم اتباع الآليات المحددة. هناك عدة آليات طبعا في مجلس حقوق الإنسان والمفوضية، ومنها إرسال لجان يعني تقصي حقائق وبعد ذلك لجان تحقيق، لكن طالما وقد حسم الأمر باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيجب هي الآن المنط بها أن تحدد هذه الجرائم، ومن ثم يتم رفع ذلك إلى يعني مجلس حقوق الإنسان ليرفعه لمجلس الأمن الذي يستطيع بعد ذلك إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية. نعم سيد فيصل، لو عدنا لما حدث اليوم من مجزرة اللي ارتكبتها الميليشيا في مدينة تعز، كان هناك حديث عن تحضيرات لمجزرة تحاول ميليشيا الحوثي والمخلوع يعني طبختها في تعز في هذا التوقيت، هل يمكن أن يكون هذا كاف لصرف الأنظار عن ملابسات ما حدث في صنعاء وكنس لمعالم وأثار الجريمة الأخيرة؟
الواقع أن ما حصل في صنعاء هي جريمة بكل معنى الكلمة، استهداف لصالة عزاء، وبالتالي يجب على كل إنسان حر أن يدين هذه الجريمة التي أدمت قلب كل يمني، بل قلب كل إنسان بالفعل يعني سمع وشاهد هذه الجريمة الحمقاء بكل معنى الكلمة. وبالتالي ربما ما حصل بمدينة تعز حقيقة يندى له الجبين، حيث أننا سمعنا إدانات من عدة جهات دولية لمجزرة صنعاء، وهذا حق وواجب. لكن يعني سيد فيصل هو قبل يحصل، لكن في تعز نعم لم نسمع حقيقة بالفعل مثل هذه الانتهاكات. نعم سيد فيصل، ولو قطعتك، يعني هناك قبل يعني قبل ساعات من حدوث هذه المجزرة التي حدثت صباح اليوم في تعز، كان هناك تسويق من خلال المكنة الإعلامية التابعة للانقلاب لأن هناك مجزرة ستحدث في تعز، وكانوا يعني يلقون التهمة إلى جهات أخرى، بينما تم تنفيذها بالفعل وحدثت الجريمة ظهر اليوم. الواقع أن اطلعت على مثل هذه التقارير في وسائل إعلام مختلفة عن حديث عن ارتكاب المجزرة ثم ما حصل هذا اليوم. الحقيقة أنك يعني لا تدرك ماهية هذه التصرفات، ويمكن من خلالها استنتاج أن هناك بالفعل إرادة لصرف الأنظار عما يحصل ربما فيما يتعلق بالصالة، وحديث بعض وسائل الإعلام، وهذا الأمر يترك تقدير مدى جديته وصحته للقضاء، من أن هناك الرغبة بالفعل يعني تجريف مكان الجريمة، مع أن القانون يفترض أن يتم الحفاظ على كل معالم الجريمة ليتم التحقيق وليتمكن الجهاز القضائي من تحديد كل يعني الإشكالية في هذا الأمر، خصوصا أن هناك يفترض أن يتواجد خبراء من الأمم المتحدة لفحص مكان الجريمة وتحديد نوعية السلاح المستخدم والجهات التي قامت به. وبالتالي حقيقة لا يستغرب أن تقوم ميليشيا الحوثي بأي وقائع أو محاولات لإتلاف أدلة، لا يستغرب منها، فقد يعني قامت بالجريمة الكبرى والجذر الأكبر لما يحصل الأحوى جريمة الانقلاب على الدولة، وما حصل من جرائم حرب بعد ذلك هي نتيجة هذا الفعل. أشكرك المحامي فيصل المجيدي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا نصل إلى نهاية الحلقة، في الختام لا يسعني إلا نشكر جميع ضيوفي في هذه الحلقة، كان معي حمود الديب مدير المركز الإنساني للحقوق والتنمية، وأيضا الدكتور عبد الرحيم السامعي نائب رئيس لجنة الإغاثة في تعز، وشكر أيضا للمحامي فيصل المجيدي كان معنا عبر الهاتف من الرياض. وختاما مشاهدينا تقبلوا خالص تحياتي وتحيات الزميل معد الحلقة محمد القاسم، وأيضا هي من جميع أفراد طاقم العمل، حتى الملتقى أترككم في رعاية الله.